اهلا بيكم تاني حلقة من دروس تعليم ابرة الطنبور. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. النهاردة تاني درس او تاني حلقة مع بعض هنتعلم فيها ازاي نجهز الطارة الخاصة بالتطريز، ودي مرحلة شوية كتير هيعتبرها ان هي مش مهمة، ولكن افضل حاجة تعمليها ان انت تجهزي الطارة بحيث ان الطارة بتاعتك ما تديش علامة على الدانتيل او الحاجة اللي انت هتستخدميها، بالذات لو كنت شغالة في دانتيل حجم ضخم مثلا لفستان، لحاجات فستان اطفال يعني او حاجة، لان طبعا الفساتين الكبيرة ليها طارات مختلفة وليها شدة بطريقة غير، وان شاء الله هشارككم الشكل بتاعها بيكون عامل ازاي. وطبعا الحواف اللي هي بتكون الطارة عملت فيها علامة هي كده كده بتتقص، لانه الشغل الخرز والدانتيل والحاجات دي بيتعمل ويرجع بعدين نفصل القطعة مش العكس، يعني بمعنى ان القطعة مش بتكون درست جاهز او كده وابتدي ان انا اطرز عليها، لا ده هي بتكون لسه قطعة قماش بعدين انا بدلها المنظر الشكل الجمالي اللي انا عايزاه، وبعدين ابتدي ان انا اقصقصها وافصلها والكلام الجميل ده كله. فهي الطريقة نفسها بتكون مختلفة، فاحنا بنعمل اقل حاجة المينيمم بقى بتاع الموضوع كله ان احنا نجهز طارة التطريز بتاعتنا. واي قماش موجود عندك ده قماش ستاير بتاع ايكيا، تمام؟ طبعا هو برضو دانتيل وبيكون ناعم وشكله كويس، واهم حاجة انه يكون ناعم. ليه بقى؟ لانه الماتيريال اللي هتدخل بعدين تشد على الطارة مش عايزاها تيجي وتبوظ لي القماشة، فلازم القماشة اللي انا لفها على الطارة دي تكون طرية ناعمة ما فيهاش اي حاجة تخلي لي القماشة اللي انا هستخدمها بعدين تبوظ. اوكي، طبعا هي ستارة بقى عريضة 2 متر وشوية مثلا، ساعتها مش فاكرة هي كانت قد ايه. طبعا الديل بيكون طويل فاحنا بنقصه، فده الزيادة. وقتها كنت فاكرة ان انا هعمل بيه فستان طفلة حاجة من دي يعني، ولكن ما حصلش. هنجهز بيه بقى الطارة بتاعتنا النهاردة. هاخد الاطار الداخلي من الطارة، هو ده اللي احنا هنجهزه، لكن ده احنا مش بنعمل فيه اي حاجة، ويفضل انه التجهيز ده يفضل على الطارة مهما عملتي اي نوع تطريز، الموضوع يكون معاكي حلو وسهل، وكمان مفيش اي عضعضة من القماش. تمام، بجيب كده الاطراف كده بتاعت القماش وابتدي بقى ايه الفها بالشكل ده. طبعا انتوا شفتوا معايا الموضوع ده، كان درس على التيك توك فيه الكلام دوت، وشفت الراجل كان شغال ومحضر الطرف بتاعته والكلام من ده، بس ما حدش انتبه قوي وسأل. شايفين كل جوانب الطاره بلفها بالطريقه دي. في ناس بتلفها بالسفنج على فكره، يعني بيكون القماش اللي هو فيه طبقه السفنج ده، فعادي يعني. بالنسبه لي هجهزها بس بالاسلوب ده عشان ما يبقاش الشغل زي ما قلت لكم فيه علامات في الحواف، وارجع بعد كده استخدم مكوى او حاجه، فهي هتكون اريح بالنسبه لي. طبعا بلف الطرق كلها بالاسلوب اللي انتم شايفين. خلصناها زي ما انتم شايفين كده، اجيب الطرف ده كده تمام وهخيطها. طبعا الطرة دي هتكون ثابتة، يعني مش هتتعمل وترجع تتفك وارجع بعد كده مش عارف اعمل بيها ايه، لا هي طرة ثابتة كده للشغل ده، وهينفع ان انت تستخدميها في شغل التطريز العادي، بالعكس هترحملك القماش ومش هتخليه في التعريجات اللي انا اتكلمت عنها دي. وكمان لو الفابريك بتاع القماش من نوع خفيف او بيتأثر بسرعة بالطارة، فكده الطارة بتاعتك هتكون مناسبة قوي للشغل اللي انت هتشتغلي. زي ما انتوا شايفين كده انا جهزت الطارة بتاعتي. دلوقتي لما اجي استخدمها طبعا المدى بتاع المسمار ده هيكون اكبر، تمام، عشان بس نكون فاهمين. وكل اللي بيدخل في الطارة دي هو الدانتيل والشيفونات، فهي مش بتكون السمك عالي، حاجة لازم نكون عارفينها. ويفضل دايما
ان احنا نعمل الطرة من الجانب التاني، يعني من الجنبين، مش بس من جانب واحد، ولكن انا هفضل ان انا اعملها من جانب واحد، لان الطرة بتاعتي زي ما انتم شايفين هي مش ضخمة قوي، وبكده اكون جهزت الطرة بتاعتي. طيب هيكون شكلها ايه لما اجي استخدم الدانتيل فيها؟ ببساطة شديدة ادي قطعة الدانتيل، تمام. طبعا القطعة دي ما تستهونوش بيها، القطعة دي ممكن تكون شنطة ضخمة، بالطريقة دي كده. طبعا احنا مش بنهتم قوي اذا كان الدانتيل على الوش ولا على الظهر والكلام الجميل ده، لانه ما بيكونش مهم خالص. احنا الدانتيل بيكون مهم على الوش او على الظهر لو انا هعمل تطريز خفيف، لكن لو هطرزها كلها بتكون في صعوبة شوية ان انا اقعد اركز قوي وش وظهر. بصوا الدانتيل طبعا معايا رخو اهو، تمام، اتمنى يكون واضح. لما اجي بقى دلوقتي اشد، شوفوا الشد بيكون خفيف وبسيط، تمام. مش بخاف ان حتة الدانتيل تتقطع مني، طبعا ما ينفعش ان انا ابالغ واشد قوي عشان ما يحصلش معايا كده، تمام. بصوا بشد ازاي بشكل خفيف خالص كده، واخلي ايدي يعني ايد اللي تحت وايد اللي فوق اهو بالراحه خالص. وطبعا انا مش هخاف ان الدانتيل يتخدش من هنا، لانه في امان. لما عملت الحركه دي بيبقى خلاص هو ثابت، وفي الوقت نفسه كمان مفيش اي احتكاك، لان القماشه دي البيضه دي ناعمه. وطبعا كده احنا جهزنا الطرة بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهو، كده اقدر اشتغل. شايفين مش اي مشكلة هتبقى بتاعت شيء اهو. انا بحب اشتغل بخيط التطريز، يبقى المسائل معايا عادي جدا، لانه الخيط بتاعي مع الطرة متجهزة صح. ودلوقتي اما احب اشتغل الطرة بتاعتي بقت جاهزة خلاص، هي بقت مشدودة، الابرة بتاعتي، الخيط تبعي زي ما انتم شايفين، عملت لكم حوالي صف يعني كم غرزة كده. اقدر كمان دلوقتي ادخل شغل الخرز بكل سهولة وببساطة، وزي ما انتم شايفين الطرة بتاعتي مشدودة. ان شاء الله الحلقة الجاية هنبتدي نعرف ازاي نمسك الابرة دي، وازاي نشتغل بيها، ازاي بنحط السن ده، تمام، وايه الاتجاه الصح ليه وايه الاتجاه الغلط، ويا ترى الطرة دي بتفضل زي ما هي كده ولا لازم نحطها على حاجة مختلفة على اساس نبتدي نشتغل براحة وببساطة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، اعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على الفيس والانستا والتيك توك لو حابين. مع السلامة، باي.